صباح الخير. بداية الأسبوع هل رح بتكون مفتوحة على اشتباك سياسي أم على تهدئة رمضانية؟ فالقوى السياسية اللبنانية غيرت قواعد اللعبة، وبدل تأجيل الأزمات المتراكمة لبعد عيد الفطر، اختارت بعض القوى صب النار على زيت الخلافات من خلال الرسائل الأمنية ومنطق التهديد. وإذا كانت القرى الحدودية بالبقاع كما الضاحية الجنوبية عم بيدفعوا من سنوات فاتورة الغرق في الوحول السورية، فإنقاذ البيئة الحاضنة من تبعية السقوط المالي ما بيكون باستجرار الأزمة إلى العاصمة. الصمت يلي انشرى بالمال النظيف سرعان ما بيتحول إلى صراخ عند تجفيف مصادر التمويل. درب الجرجلي يلي رسمت مصير اللبنانيين لسنوات طويلة ما انتهت بعد، فالأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية شبح ما زال مرافق يوميات اللبنانيين. واقع المزارع اللبناني صورة مصغرة عن حال البلد. الزراعة يلي بتشكل مورد رزق لآلاف العائلات ما عادت كافية لتأمين قوتهم، فالمنافسة غير المشروعة وعدم الالتزام الروزنامة الزراعية عم بيتسببوا بخسائر بالجملة. قرار وزير الزراعة بوقف دخول المنتوجات الزراعية من سوريا بين الخرق والتنفيذ، والتفاصيل مع الزميل خالد أبو شقرة من أبلياس. قرار اللي اخذ وزير الزراعه بناء على طلب المزارعين وطلب والحاح من المزارعين. النهار اللي ما بفوت بضاعه سوريه على السوق اللي عندنا لهون بيكون السوق كتير جيد. هاي شركه بندوره لبنانيه، مفروض يكون كلية حقه 600 700 ليره، بوجود السوريه حقها كل الشهر حقها 5000 ليره. عندك مثلا كرتونه الاغنبيط هيدي كنا عم نبيعها ب 3000 ليره، فيها 25 كيلو، كرتونه الملفوف 2000 ليره، فيها 25 كيلو. تعظم شكاوى المزارعين من إغراء الأسواق اللبنانية بالمنتوجات الزراعية السورية، ومن بعد ما دفع دخول آلاف الأطنان من الخضار والفواكه بشكل شرعي وغير شرعي إلى إفلاس عشرات المزارعين، أخذ وزير الزراعة قرار بوقف دخول المنتوجات الزراعية من سوريا بخطوة من شأن منح فرصة للمزارعين اللبنانيين لتصريف إنتاجهم بالداخل بعد ما تقطعت أوصال الخارج. إلا أنه وكما يعلم الجميع فأن القرارات بلبنان لا تطبق بمجرد اتخاذها، إنما بتتطلب ملاحقة جدية وبذل أقصى جهود، وهذا ما لم يحصل. قرار الوزير على راسنا وعنا، الوزير والوزارة والمستشارين على راسنا وعنا، إنما الوزير شو بيعمل بالحدود اللي سايبة؟ الحدود اللي سايبة ما في عليها رقابة، شو بيعمل فيها؟ بدنا نفوت، معلش يمكن هاي الكلمة بتأثر على شو بنعمل بالجمركي اللي عم ينرشى لحتى تفوت البضاعة. اجوا لهون على أبلياس واجوا معهم الدرك على اساس يصادروا البضاعه السوريه، رجعوا بواسطه النقابه بسوق الخضره، قالوا لهم اتركوا البضاعه اليوم لانه جماعه مشترينها ودافعين حقها، من بكره وبالطالع طاعوا صادروا. طلعت النتيجه عم بيجي اكثر من اللزوم وما حدا عم يصادر وما حدا عم بيطل، وفل ثاني واللي كان يجيب 100 فلينه بندوره سوريه عم بيجيب هلا 500، ومش فارقه معه لا الوزير ولا الدوله. بعدها معدنه المي وبعده عم فوت تهريب. القرار بتاخذ تحت بالوزاره، بس كبضاعه بعدها عم تفوت عادي مثل الاول، خط التهريب فاتح. خدعة التهديد السوري بالمعاملة بالمثل لم تعد تنطلي على أحد، فهل يعلم المسؤولين السوريين أن البضائع اللبنانية توقفت عن العبور من وإلى سوريا من سنين؟ وهل نسي أركان النظام العراقيل اللي كانوا يضعوها على دخول المنتوجات اللبنانية وتحديدا البطاطا الخضار والحشائش؟ هلأ عن طريق سوريا فيش سفر أساسا، هلأ على الطريق ما في من سوريا، وقت ما صارت تحديد سوريا ما عاش في طريق من سوريا، صار كله على البحر. سوريا نتيجة هالوضع ونتيجة هبوط أسعار العملة بسوريا صار عندها مصلحة تصدر، يعني بدها تفوت عملة صعبة، حتى لو انجابت انكبت البضاعة وأسعار ما في عم بفوتوا عملة على بلدهم.
التزام الرزنامة الزراعية هو الحل الوحيد لحماية المواطن والمزارع على حد سواء، كما هو الحل الوحيد لحماية علاقات لبنان الخارجية والمحافظة على اتفاقيات التعاون والتيسير العربية. في أصناف منيحة، في أصناف لازم ما تنجب، في أصناف لازم تنجب. يعني مثلا البندوره هيدي حرام تفوت، بس بدهم يجيبوا باميه، يجيبوا شو في اصناف ملوخيه، هاي الاصناف يجيبوها، هاي مش موجوده عندنا، بس الاصناف مش الموجوده مش بحاجه لها، يعني بصير في عندنا فائض هون. تصريف الانتاج ليس المشكلة الوحيدة اللي عم بيعاني منها المزارع في لبنان، بل أيضا ارتفاع درجات الحرارة خاصة بهذه الفترة. وحول هذا الموضوع نحكي أكثر مع الخبير عبد الرحمن زواوي، رئيس دائرة التقديرات بمطار رئيس رفيق الحريري الدولي. صباح الخير. صباح النور. كيف يعطيك العافية، كيف صحتك؟ ما بعم نسمع صوتك الصبح، ليش؟ بجي مأخر على الشغل. يعطيك ألف عافية. نحن عم نشهد ارتفاع ملحوظ جدا بدرجات الحرارة، صح حكينا مع مصلحة الأرصاد صباحا، بس حضرتك خبير بهذا الموضوع، بناخذ منك تفاصيل أكثر. قديش خطورة الوضع بهذه الفترة؟ هلا أول شغلة ميرسي إنه سمحتوا لنا نعبر عن رأينا، لأنه أهلا وسهلا بالتعبير عن الموضوع هذا للطقس، صار اللي بيعرفه اللي ما بيعرفه بده يطلع يحكي بالطقس. مصلحة الأرصاد الجوية يعني من اسمها ومن التعريف الرسمي بالقانون تاع الدولة اللبنانية هي مسؤولة عن الأرصاد الجوية. صحيح. بقى موضوع الخطورة اللي عم نحكي فيها كثير مبالغ فيها. يعني العالم كأنه عم تتخوف، وما في شيء ما في شيء مهم لهالدرجة. يعني امبارح درجات حرارة وصلت ل 30 على الساحل. بس الفارق هو رطوبة، نسبة الرطوبة كثير. ما عم نسمع بقى. ألو؟ ألو؟ إيه نعم. نسبة الرطوبة عم بتقول إنه كانت كثير مرتفعات، نعم. صح، درجة الحرارة امبارح 30 على الساحل وصلت. نعم. رغم كل الأرقام اللي بيطلعوا بيحكوها بهالتلفزيون وناس يعني حقيقة ما خاصة بالطقس، بس عندها شوية وصاية تطلع على الهواء. حط 35 و34 و33 وبيسمعوا كلمة من هون وكلمة من هون. حقيقة هي 30 حرارة كانت امبارح ورطوبة 90%، وبنلاحظ نحن اليوم الصبح لما فقنا الحرارة كانت 24، بس كنا متضايقين لأنه في رطوبة كتير. هي رطوبة المزعجة. بس يعني استاذ عبد الرحمن بدي أقول لك شغلة، أنه لما ترتفع الرطوبة عم تعطي نفس المفعول عند الناس وعلى المزروعات. صحيح. وعلى الحرائق يعني عندها نفس التأثير. بالنسبة للحرائق هذا موضوع تاني. الحرائق هي بتنجم إجمالا لما يكون درجة الحرارة فوق 33 أو 34 ورطوبة تحت 30%. الحاله هاي مش موجوده على الساحل. اوكي نعم. هلا موجودة، موجوده بالداخل بالبقاع، يعني بالبقاع ممكن يكون في حرايق او بالجبل لانه الرطوبه منخفضه والحراره بالبقاع وصلت امبارح مثلا ل 37 بزحله. اوكي هلا امبارح الساحل كانت 30 وهيدي يعني حراره مقبوله، بس عم بيقولوا انه بالايام اللي جايه بدها ترتفع الحراره حتى على الساحل بسبب الموجه الحاريه اللي جايه من اليونان. يعني امبارح بأتنا قال وصلت حراره درجه الحراره لل 40 درجه، وهالموجه الحاره رح تجي كمان على بيروت، قديش صحيح هيدا الشيء؟ هلا بالنسبه للتوقعات نحن او بالنسبه للخرائط اللي شايفينها، نحن درجات الحراره تقريبا فوق المعدل الموسمي لشهر حزيران، يعني اعلى من العادي اللي هو 28، لان نحن عم نوصل ل 32 اليوم، وبكره بنرجع بلش تنزل تدريجيا ل 31، وكذلك الامر خلال الاسبوع ما في اعلى من هيك، يعني ما حنطلع اكثر من 32 درجه على الساحل. يعني العالم ما في داعي يخافوا. ما في داعي يخافوا ابدا. ما في داعي يخافوا، بس اكيد طبعا نحن بالنهايه لما ننزل على البحر على الظهر او نوقف الاولاد بالشمس بدنا ننتبه، حتى لو حراره 30 الولد معرض يعني. مزبوط. ورطوبة هي اللي عم تعمل تخلي نحن في عنا تابلو هون اسمه الحرارة المحسوسة، لما تكون رطوبة عالية بتكون الحرارة أعلى من الحرارة المسجلة. نحن الحرارات اللي بنسجلهم هن معتمدين عالميا بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، هن الحرارات اللي بنقاسوا بالفي، يعني هيك الاعتماد للسيستم لدرجة الحرارة. صحيح. بس الحرارة اللي بحس فيها الإنسان لما يكون بسيارته بعجقة السير أو يكون بالشمس أكيد أعلى، لأنه بنضاف إلى رطوبة وحرارة الشمس المباشرة اللي هي الريل فيل. العالم بتلاقي فرق أوقات بين الأرقام اللي بتشوفها والأرقام اللي بالحقيقة بيشعروا فيها. طيب لما بنحاول نعطي الأرقام المضبوطة دائما. نعم. طيب لما بيصير فيها الضجة إعلاميا عن درجات حرارة مرتفعة وبتخوفوا العالم، أنتم مش ملزمين تطلعوا وتوضحوا؟ لأنه ببطلوا ينزلوا على البحر، بيصيروا يخافوا كتير مثلا يتعرضوا للشمس، الأولاد ببطلوا يظهروا لبرا.
نحن دائما كنا نطلع ننسي الاخبار اللي بتكون بتخوف، حتى ايام العواصف الثلجيه لما يقولوا بده الثلج بده يهبط حيطان ومدري شو وكله ما كان مزبوط. بس اخر شيء صرنا نلاقي انه وسائل الاعلام، معلش هذه مش انتم بس بشكل عام، بتفتش على الناس بس تعبي وقت، يعني بحيال لو واحد يطلع يحكي بحطوه مقابلنا، هذا الشيء مزعج لنا. يعني نحن جهه رسميه ومسؤولين رسميا عن نشر التأس، ممكن شوي نتقارن نحن والناس بيجيبوا على الانترنت او عندهم شويه واسطه او عندهم حطها على ظهر السطح بدهم يشتغلوا فيها. طب استاذ عبد الرحمن، ما مفروض نشر بشكل عام وبياخذوها اللي بدهم ياخذوها. نعم، طب ما مفروض يصير، ما بعرف، يتم توزيع نشره صباحيه كل يوم لكافه وسائل الاعلام. هذا اللي بنعمله نحن، هذا اللي بنعمله، ولازم يلتزموا فيها. هلا لازم يلتزموا فيها، هن عندهم الشو يعني شو كل يوم على الاخبار، وبيضيفوا عليها وبيزيدوا عليها وبيحاولوا كل واحد اذا خوف الناس اكثر ببين اكثر. هي نحن ما بنحاول لا نخوف ولا شيء، نحن بنصدر النشره مثل ما بنشوف على الخرائط بشكل علمي، ووسائل الاعلام بتاخذها، في ناس وسائل الاعلام بتبهرها وبتزيدها وفي ناس بتخليها تلتزم فيها. نعم، ما عندنا رقابه منها نحن، نحن بس شغلنا نعمل نشره التأس. اوكي استاذ عبد الرحمن، خلينا نرجع نوضح بالايام القليله اللي جايه كيف رح بتكون درجات الحراره، ومثل ما ذكرنا اليوم مع مصلحه الارصاد الجويه باتصالنا انه في موجتين، واحده من اليونان والثانيه من افريقيا. صحيح. بس خلينا نرجع نوضح، نحن حقيقه في مرتفع جوي هو مسيطر على شمال افريقيا، هو في كتل هوائي حاره، بس هالكتل الهوائي الحاره ما بتقدر توصل لعنا بسبب وجود منخفض جوي كان فوق تركيا وبسبب منخفض جوي فوق ايطاليا. يعني نحن لبنان باقي بجو معتدل بسبب هالتضارب هالموجات كلها. نعم، المرتفع الجوي تبع شمال افريقيا ما عم يقدر يوصل علينا، وكذلك المنخفض الجوي اللي موجود فوق اليونان ما عم يقدر يوصل علينا بسبب موقع الخريطه المناخيه. يعني نحن متوقعين انه نحن بالايام القادمه يكون لبنان بدرجات حراره فوق المعدل الموسمي، بس ما في شيء بخوف، بس في ارتفاع بالرطوبه، نسبه الرطوبه هي اللي حتكون مزعجه للناس. هلا على الساحل نسبه الرطوبه هي مزعجه بس مفيده بنفس الوقت، لانه هي بتمنع الحراره تطلع اساسا، وبتمنع كمان الانسان ينأذى اكثر، كل ما كانت الرطوبه منخفضه اكثر كل ما الانسان معرض انه يتاثر بدرجات الحراره اكثر. مزبوط. نحن بنشكر مداخلتك الخبير عبد الرحمن زواوي رئيس دائره التقديرات بمطار الرئيس رفيق الحريري الدولي، نحن بنشكركم كمان على هالتوضيح، يعطيكم الف عافيه، ومنطمن الناس انه ما في شيء بخوف بالايام اللي جايه، هي درجات الحراره الموسميه يلي لازم ينتبهوا منها بكل الاحوال كبار وصغار. شكرا لك، يعطيك العافيه. بس اهلا معك. نحن رح نتوقف مع بريك ونرجع من بعده مع زميلتنا مريم الحاج، خليكم معنا.